انا اسمي مي، بدات اشتغل الشغل ده يعني بقاليش 3 شهور بالكتير قوي، وحبيت بس الحاجات وقعدت اعملها تطلع في دماغي افكار جديده. كتجربه ليا اول مره اصلا اشارك في اي معرض، وحبيت اعرض الحاجات عشان الناس تشوفها. يعني هذا عبد الوهاب، مصممه اكسسوارات يدويه. بدات الموضوع ده طبعا علشان اشغل وقت فراغي وفي نفس الوقت ازود دخلي. جيت النهارده مع اجوره بحيث اني انا اتعرف على ناس جديدة، افتح لنفسي اسواق جديدة، اتفرج على برضو شغل الناس التانية اللي جنبي، انا اضيف لهم حاجة، هما يضيفوا لي حاجة، نفتح علاقات جديدة، وربنا يوفقنا جميعا يا رب. انا اسمي عائشة رياض، بحب الاشغال اليدوية، الكروشيه بالذات عشان شغل قديم وبطوره، بحب وعندي ناس كتير بتشتغل معايا، ومحتاجين فعلا من المعرض ده ان هو يطلع لنا شغلنا بره، يسوي لنا شغل، ينزلنا معارض لو امكن بره، يفتح لنا اسواق جديده ونقدر نطور شغلنا وننجح فيه. جاي النهارده اشارك في الفيستيفال عشان لو في اجانب هيجوا او يبقى في فكره ان في منتجات مصريه موجوده بشكل اكبر، ويبتدي الناس يعرفوا الهاند ميد، زي بدل ما الصيني مكتسح البلد تبتدي الصناعه المصريه تكتسح البلد. محتاجين تسويق اكتر ودعم اكتر للصناعات اليدويه في مصر. نفسي بقى عشان الامر ده ينتشر ان يكون في معارض كتير زي المعرض ده، لان في معارض كتير تانية بتبقى فيها شيء من الاستغلال. يعني هنا ما شاء الله المعرض مجانا، ما فيش فلوس دفعناها، فده ممكن ينشر الهواية اللي انا بعملها. يعني انا ايه عبد الله، خريجة أدب أثر. أنا شغلي ده بدأته من سنتين، جيت هنا أشارك في الفيستيفال عشان أسوق لمنتجاتي وكده. أنا اسمي إيمان وبعرض هاند ميد أكسسوارز، وشاركت النهاردة في الاحتفال الكبير عشان حبيت أشترك معاهم ويبقى دعم ليا أكتر إن أنا أقدر أسوق حاجاتي أكتر، إن أنا أقدر أتعرف أكتر. اسمي نرمين احمد، انا اوريدي بشتغل جرافيك ديزاينر، بس هنا انا بعمل حرف يدويه، شغل جلد. انا محتاجه جدا، او الفن عامه الشغل الحرفي في مصر محتاج ان مصر تدعمه بطريقه اكتر، ان هي تعمل لنا معارض بره زي بلاد كتير بتعمل، زي تركيا بتعمل معارض بره وبتجيب كل الحرفيين من كل الدول. احنا محتاجين ده، مصر برضه تعمله عندنا ونعمله بره. المعرض هنا فكره هايله وجمعتنا مع ناس كتير حرف، حتى احنا كنا لسه اول مره نشوفها، تعرفنا على ناس كتير كويسه. بعرض شغل خياميه. والله بالنسبه للمعرض ان شاء الله باذن الله يكون معرض كويس، وانا شايف ان هيكون فيه اقبال كويس باذن الله. بنحاول ان احنا نطور الشغل بتاعنا، وبنحاول ان احنا ندخل اشكال طبيعيه ومناظر طبيعيه وايات قرانيه جديده. بالنسبه للحرف اليدويه اللي موجوده، في أغلبية الحرف ومنها من ضمنها حرفة الخيامية، الحرف دي بتندثر أو بتنقرض. فأنا من وجهة نظري الحل في حاجتين اتنين. نمرة واحد، نعمل تسويق كويس ونعمل تعريف كويس بالحرفة. نمرة اتنين وده الأهم، عايزين نعلم الناس، أو ممكن نعمل دورات تدريبية لتعليم الشغل بتاعنا بحيث إن هو يفضل موجود، ما يندثرش أو ما يخلص. أنا اسمي ناهد يوسف، طبعا ربة منزل. أنا بعمل شغل صنادل بخيوط المكرمية، صنادل واكسسوارات، بس أكتر في الصنادل. كل الشغل اللي بيشتغلوا هاند ميد مشكلتهم في التسويق، وده اللي احنا بنتمناه، يعني ان تتعمل معارض باستمرار عشان نقدر نسوق شغلنا ونوري شغلنا للعالم. لا، المعرض جميل والمكان جميل جدا والقاعة جميلة، ويا رب نستمر كده بإذن الله على طول إن شاء الله. أنا اسمي عمر سليم، مهندس معماري. بقدم فكرة الحرق على الخشب. فرصة زي اللي احنا فيها النهاردة، هو مجمع كذا فكرة للهاند ميد، انه ما يبقاش شغلنا كله معتمد على شغل الكمبيوتر او الليزر كاتنج مثلا، لا كلنا
مؤمنين جدا بشغل الهاند ميد، عارفين احنا بنتعب فيه قد ايه فبنطلعه باحسن صوره. فكره المعرض ده زي ما انا بقول هو مساعد ان هو يجمع الناس دي كلها من مصر، سواء بقى الحرف المختلفه بتاعت النوبه مثلا او اماكن من اسكندريه، اسماعيليه، حاجات زي السمسميه مثلا. شغلنا عباره عن الاشكال النوبيه بس مقدمينها بطريقه حديثه، لان الشغل ده الحاجات الرسومات دي بتبقى موجوده اصلا على الاطباق النوبيه وبتبقى مرسومه على البيوت او كانوا بيستخدموها بيعملوها من الجريد. اصلا هدفنا من الشغل بتاعنا ان احنا نعرف الناس بالمجتمع النوبي، مش بس شغل ربح او حاجه كده، احنا هدفنا ان احنا نعرف الناس بالمجتمع النوبي وايه هو عباره عن ايه وكانت الحياه فيه ازاي. المفروض بقى الدوله ان هي تنملنا معارض اكتر من كده في اماكن اكتر. انا مريم رأفت، بشتغل شغل نحاس وشغل خيط ولزم. انا شايفه عامه ان الحرف التقليديه في مصر المفروض نركز عليها لان ده هويتنا وتراثنا، وما يعني ما ينفعش نبقى بنستورد حاجات احنا نقدر نعملها ومن موادنا. تتنمى بان منظمات كتير او جامعات كتير تهتم بده وتدي له ورش وتوفر له مساحات عرض باسعار زهيده او مجانا زي الايفنت اللي احنا فيه النهارده.